السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض برنامج أو موقع بيم 360 أوبس. دلوقتي أنا هنا موجود البورتفوليو بيقول لي إيه المهام أو إيه الحاجات اللي لسه مفتوحة، الحاجات الجديدة، الحاجات اللي خلصت، الحاجات الكلوز. طيب عايز أضيف مهمة، هاجي هنا في أي مبنى من البلديات، تمام؟ دي العنوان، هقول له آد تيكت. هقول له مثلا أنا عندي مهمة اسمها كليننج رومز، تمام؟ ده تبع انا كاتيجوري، هتبدأ تشوف ايه الكاتيجوري اللي انت عايز تحطها فيها، تمام؟ على سبيل المثال مثلا الكيرتن وول مثلا. طيب كرييت باي، مين اللي عملها؟ الواتشر، من اللي هيتابع؟ البريورتي بتاعتها، هل هي ارجنت، هل هي ميديوم، هل هي لو؟ اللوكيشن، تبدأ تشوف اللوكيشن اللي انت عايزه. كرييتد، طيب التواريخ، الاساين، مين المفروض يعمل المهمة ديت؟ فمثلا لو حاجة كهربا تكتب مهندس كهربا، ميكانيكا، تقدر تكتب اكتر من شخص. الشيك ليست، تقدر تختار الشيك ليست اللي انت عايزها. اخترنا مثلا الاتش دي، تمام. الشيك ليست يعني بيبقى فيه ورقة كده يقول لك اه اتعملت ما اتعملتش و الحاجات دي كلها. الاسيتد اسيست، تمام. تبدأ تختار الروم، كل الاسيست ده اتعمل اوتوماتيك لما رفعنا الموديل بتاعنا. المفروض دي هتاخد كام ساعة؟ هقول له مثلا دي هتاخد 3 ساعات ودقيقتين. طبعا ده استعباط، لما تكون حاجة في المستقبل ما بن هو حتى قربها لربع ساعة. بتضيف صورة، بتضيف PDF، مجرد بس بتدوس عليهم وترفع ابلود على طول. وده دلوقتي تكتب الكومنت، تمام. هقول له اد سبميت، تمام. دلوقتي بقى لما هرجع هنا ل 13 هلاقي فيه مهمتين اوبن، الكليننج روم اهيت، الوضع بتاعها ان بروجريس، تقول له اوبن، تقول له زي ما انت عايز، تمام. فظهرت معايا هنا، ولما ترجع هنا هتلاقيها برضه ظهرت عندي في البورتفوليو، بدل ما كان واحد بقى 2.